السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية جميعا. اليوم بإذن الله طالعين كشتة أنا وأخوي عبد الله، نشوفكم إن شاء الله على خير بنقطة الكشتة. ولا شنو؟ ولا اليوم دوتو مع الحبيب وسالم ترقبوا الطبخة. ولا شنو؟ ولا منو؟ ويا أخوي معيشي ربعة مع الستر، خلكم ويانا وتابعونا. حياكم. طبق اليوم كبسة لحم راح أهديها حق الحبيب وسالم، وشرط من غير نقطة دهن، راح تشوفونها. حياكم. طبق اليوم محمر دجاج لعيونكم. أجل تشبت الضوء الحين. وعندنا هني الإضاءة هذه عبارة عن شريط، راح ندخلها من الحلقة هذه وهذه الحلقة الثانية. الله ينور عليك يا أبو عبد الله. عبد الله حياك شاي. حياك شاي. يلا يلا. تفضل سريع. احتساء الشاي الحين يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن، اجواء روعة اليوم. وايد الهواء وايد. افضل من الايام السابقة. حاليا راح نبلش فقرة الطباخ. عندنا الكونتينر هذا راح نفرغ فيه العيش. عندنا كوب ونص عيش بسمتي، رز بسمتي، راح نغسله وننقع على مدة نص ساعة. حالياً قاعد نجهز حق الطباخ، طبعاً البهارات المستخدمة بالطبخة. وعندنا الملح، ويني عندنا الزيت، عندنا دقوس جاهز مسوي بالبيت، عندنا بهارات الخشنة، اللومي، ورق خار، دارسين، فلفل أسود، مسمار، وهيل. بالنسبة لي أخزن البصل والطماط والبطاط والفلفل الخيشة هذه. عندنا هني الفلفل الحار، عندنا البصل، الطماط، الثوم، عندنا قطعة بطاط، والحين عاد فقرة تقصص ونبلش طبختنا. سلام عليك أبو سالم. الحين بلشنا، غسلت اللحم وسنعته، قطعتها بالجدر، الحين مع ماي حار انطر صفاره اللحم تطلع واشيلها واحط بهارات وكل شيء. لاحظتوا ما طريت طاري الزيت، ما قلت زيت، ما قلت بحط سمنه، ما قلت احط بسول، بالماي بطبخ احلى كبسه اليوم بالماي. اليوم رحت حق اللحام خليته ينقي لي كتف سنع، قطع لي اياه، ضبط لي الموزه مع كم قطعه كذي حق المكبوس، يسمونه مكبوس، بس بسوي كبسه اليوم. فالحين ان شاء الله نبلش بالطبخه. راح ننزل شوية زيت. ننزل عليه البصل. بس تحمر ويانا البصل بالشكل هذا، ننزل عليه الثوم. هاي ننزل الطماط. عقب ما شلنا الاصفرة حط بهاراتنا. انا بهاراتي بهارات لحم ساخت، ما شاء الله الريحة تبارك الله.
ها نحطه بعد. صحيحة أواد الدارسين أشتري كافي علينا. وحين نسكر الجدر ما شاء الله الريحة. الحين ننزل البهارات العدلة. عندنا كيلو دجاج راح ننزله الحين. نحمسه باتجاه الجلد. بعد ما تحمر ويانا الدجاج بالشكل هذا نضيف عليه الماء الحار. الآن نسكر عليه جدر الضغط مدة نص ساعة تقريبا ل 35 دقيقة. بعد مرور 40 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا أبو سالم. السلام على الريحة. أهلا عليكم بالعافية. الله يعافيك أخوي. بعد مرور 35 دقيقة ما شاء الله الريحة ما شاء الله. الآن ننزل البطاط المقطع. ننزل الملح وتالي ننزل العيش. هذه كمية الملح. نتأكد من الملح. تالي نشيل الدياي من جدر الضغط وننزل العيش. بعد ما تأكدنا من الملح الحين نرفع الدياي نصفي من الماي وننزله بالمقلة. والحين ننزل عيشنا. وهذا عيشنا راح نصفيه من الماء. نطول عليه النار لغاية ما العيش يدش لبيوته. راح نضيف الفلفل الحار. طبعا راح اسكر غطى الجدر وراح الغي الصفارة لغاية ما يتنبت عندنا العيش مدة تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. بدون صفارة وبدون تسكيرة عادي استخدام جدر عادي. النشاب هذه سلطة شغل بيت طبعا. نخلطها. اخوي ابو عبد الله هناك قاعد ينشب العشاء. هنا ان شاء الله راح نشب انا.
نقول بسم الله. بسم الله. هذا طبق الكبسة البرية. ما شاء الله تبارك الله. الحين نبي أبو عبد الله يذوق ويعطينا رايح. أنا من غير ما أعطيه الراية أبو سالم. أنت طباخ كبير يا حبيبي. نتعلم منك. نتعلم منك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شو العيش. يا الله. خلينا نجرب طبختك. طاهي دقوس. يا سلام. هني عاد الموزات. نتف لك ايوه. على كيف كيفك. هنا. بسم الله. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا حبيبي. ذوق هذه. ذوق هذا من ايدي. يلا. يا سلام. بعد. سلام دياتك. يسلمك. وعلينا وعليكم يا شباب. ألف عافية. فم الله. ولو هنا تنتهي كشتتنا، كشتة الدويتو، نفس ما وعدناكم مع اخوي ابو عبد الله والطبق المميز. مشكور يا ابو سالم على اليوم الجميل، مشكور الكشتة الجميلة، ان شاء الله المشاهدين استمتعوا ويانا. ان شاء الله باذن الله، لا تنسونا يا شباب من دعمكم باللايك سبسكرايب والشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير. كان وياكم اخوكم ابو سالم في امان الله. مع الشرف عم سعد ابو حامد، فم الله.